سؤال السرعة نسمعه بالكامل وبعدين هقول لكم دوسوا على الزرار. سؤال بيقول في أي قارة تقع دولة ليبيا؟ ندوس على الزرار. طيب جنوب سيناء، داسوا على الزرار أسرع وهنسمع إجابتهم. إفريقيا. قارة إفريقيا، دولة ليبيا تقع بالفعل في قارة إفريقيا، إجابة صحيحة. السؤال ده مش بدرجات بس احنا يعني الفريق اللي داس على الباص بنبدأ معاه. أول سؤال هنبدأ دلوقتي، أول سؤال مع جنوب سيناء في المسابقة العلمية. سؤال العربي لمدرسة الشهيد ياسر الحديدي جنوب سيناء. السؤال بيقول يسعى الطالب أملاً في النجاح، إعراب أملاً مفعول لأجله، حال مفعول به، أم تمييز؟ معاكم 30 ثانية الإجابة والوقت بدأ. كابتن الفريق يديني إجابة. مفعول لأجله. مفعول لأجله، شهد قالت مفعول لأجله وهو بالفعل إجابة صحيحة وخمس درجات. السؤال اللي جاي مع مدرسة النصر سكول في القاهرة. السؤال بيقول أقرأ ابتغاء المعرفة، إعراب ابتغاء، مفعول به، مضاف إليه، مفعول لأجله، ولا نعت؟ معاكم 30 ثانية والوقت بدأ. مفعول لأجله. مفعول لأجله، متأكد؟ أيوة. انت اللي قررت الإجابة دي ولا مين؟ لا كلنا قررنا مع بعض. كلكم، مفيش أي حد فيكم شاكك فيها. متأكدين؟ أيوة. عايزين الخمس درجات ولا لأ؟ عايزين طبعا. إجابة صح ومعاكوا خمس درجات. مدرسة الشهيد ياسر الحديد، ما تقلقوش لسه في أسئلة كمان، عايزين نركز في اللي جاي. خلاص ننسى العربي، خلصناه، نركز في السؤال اللي جاي. السؤال بيقول من الحبوب الغذائية في البيئة الصحراوية النخيل، المشمش، الزيتون، ولا الشعير؟ 30 ثانية والوقت بدأ. الشعير. الشعير. طب شهد انا ليه حاسه ان انت مش متاكده؟ لا انا شويه من السؤال ده شويه صح؟ ليه لسه يعني بتفكري في العربي؟ ليه مش متأكدة أو ليه قلقانة؟ لا مش قلقانة إن شاء الله. هو أنتي قلتي الشعير، والشعير له فوائد وقيمة غذائية عالية مش كده؟ عشان كده لما بنقول إيه هي الحبوب الغذائية في البيئة الصحراوية يبقى الشعير إجابة صحيحة، خمس درجات. السؤال اللي جاي في الدراسات لمدرسة النصر سكول بيقول إحدى المشكلات التي تسبب ردم الآبار وزيادة التصحر هي ندرة المياه، حركة الرمال، كثرة السيول، تملح التربة. معاكم 30 ثانية والوقت بدأ. حركة الرمال. طب ليه يا إبراهيم بتجاوب بسرعة؟ احنا كلنا متفقين ومتاكدين من الاجابه. طب ما ساعات كده بتبقى الاجابه مش يعني مش سهله قوي زي ما بتبان. لا بس احنا واثقين في اجابتنا. جول جول. خلي بالكم التاني في الاجابه حاجه مهمه جدا، خصوصا ان احنا دلوقتي في الدراسات، احنا داخلين على العلوم، والعلوم بقى انتوا كلكم بتقولوا عايزين نبقى دكاتره. هنشوف انتوا شاطرين في العلوم ولا لا. بس دلوقتي السؤال ده بخمس درجات. إجابة صح، خمس درجات. سؤال العلوم لمدرسة الشهيد ياسر الحديدي بيقول
في طريقة توصيل المصابيح الكهربية على التوازي يتم توصيل المصابيح أحدها تلو الآخر بأسلاك مغطاة بطبقة من البلاستيك. شوفوا بقى الاختيارات اللي عندكم دول. العبارتان صحيحتان، العبارة الأولى صحيحة والثانية غير صحيحة، أو العبارتان غير صحيحتان، أو العبارة الأولى غير صحيحة والثانية صحيحة. معاكم 30 ثانية والوقت بدأ. العبارة الأولى بأسلاك مغطاة، العبارة الأولى غير صحيحة. العبارة الأولى غير صحيحة والثانية صحيحة. العبارة الأولى غير صحيحة والثانية صحيحة. الاختيار دال. سؤال العلوم في ناس كتير بتقع فيه يا ولاد، عايزين نركز. دي خلاص آخر إجابة عندكم؟ السؤال ده بخمس درجات. إجابة صح، معاكم خمس درجات تانية. السؤال اللي جاي في العلوم للنصر سكول بيقول: عند توصيل المصابيح الكهربية على التوالي فإن التيار الكهربي يمر في مسار واحد، مسارين، ثلاثة مسارات، ولا أربع مسارات. معاكم 30 ثانية والوقت بدأ. مسار واحد. إبراهيم دايماً يجاوب قبل الوقت ما يخلص. يا ترى يا إبراهيم أنت واثق من إجاباتك ولا بتتسرع لحد دلوقتي؟ أنا واثق من إجاباتي. إجاباتك بتبقى صح، بس دلوقتي السؤال ده إحنا مش عارفين. دي إجاباتك أنت ولا إجابات الفريق؟ إجاباتنا كلنا. كلكم. بس خلي بالكم ده آخر سؤال في العلوم، وهنروح بعدين للمعلومات العامة اللي كل سؤال فيهم بعشر درجات. إجابة صح ومعاكم خمس درجات. وبكده انتهت أسئلة العلوم والدراسات والعربي بتعادل الفريقين 15 ل 15، مدرسة النصر سكول في القاهرة ومدرسة الشهيد ياسر الحديدي من جنوب سيناء.